سنة 24 مقبلة على ذواكر كبيرة، ليش؟ لأنه هذه الطاقة جهاز اقتصادي يجيك بذاكرة 256 وهنا السعر 180 ألف عراقي. البوكو C65 طبعا هذا واحد من الأجهزة الاقتصادية، ما يفتح مو؟ هذا C65، شوف لي تشطيبة الظهر الموجودة بالسواد، وهذا هي بالنسبة للأمام عن ما بيحافظة، وعندك هذا هو الكيبل الشحن، وعندك هنا هذا هو الشاحن، وهذه هي بوكو، ما تخلي أي شيء في هذا الموضوع أو تقدر تقول شاومي. خلينا نفعل الجهاز. شاشة بحجم 6.74، وهنا شاشة تدعم 90 هيرز من نوع IPS LCD. هذا الجهاز يجي معالج G85 من ميديا تك، والرام هنا 8 جيجا وتقدر تضيف له 8 جيجا مع الذاكرة 256. نعم هذا الجهاز ببطارية 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع 18 واط فقط. هذا الجهاز سعره شقد؟ 180 ألف عراقي بالذاكرة 256. طبعا هذا نفس النسخة الموجودة على شاومي 13 سي، يعني هذا الرديف اللي ذاك 85 هذا 80، ويمكن اثنينهم قريبين للسعر. فأنت شنو تفضل بالأشكال؟ ولا تقريبا مواصفات مقاربة كلش إلها. هذا الجهاز قد شغل فريمات من البداية، يقول لك هذا شغل 40 فريم. شنو تسألني بعد؟ شنو سؤال بخاطرك؟ اذكر لي بالتعليقات وإن شاء الله أما بالمراجعة الكاملة أو أرد عليك بالتعليقات. واتسابي موجود، تقدر تراسلني. تحياتي لكم.